السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المزارع، تدخل نباتات الفاكهة متساقط الأوراق في الخريف بطول الراحة، حيث لا يحصل في الأشجار أي نمو ملحوظ بسبب عوامل داخلية تخص النبات نفسه، ولا يبدأ النمو في هذه الأشجار إلا في نهاية الشتاء وأوائل الربيع، حيث ينتهي طور الراحة. وحتى ينتهي هذا الطور، يجب أن تعرض أشجار الفاكهة خلال الشتاء إلى عدد معين من ساعات البرودة لا تقل عن 7.2 درجة مئوية. وتحتاج أنواع وأصناف الفاكهة متساقطة الأوراق إلى مقادير مختلفة من الساعات الباردة لإخراج البراعم من طور الراحة. لذلك أخي المزارع، يمكن تقسيم أشجار الفاكهة إلى فاكهة ذات طور راحة قصير تحتاج إلى عدد قليل من الساعات الباردة لإنهاء طور الراحة، ومنها العنب والتين وبعض أصناف المشمش والخوخ واللوز. وفاكهة ذات طور راحة طويل تحتاج إلى عدد أكبر من الساعات الباردة لإنهاء طور الراحة، ومنها الكرز والبرقوق وبعض أصناف الخوخ والتفاح والكمثرى. نلاحظ أخي المزارع أن احتياج أصناف الخوخ من ساعات البرودة يتراوح بين 100 إلى 1500 ساعة برد، ولذلك كما هو واضح في الفيديو، الأصناف التي حصلت على ساعات البرد اللازمة لنضجها نضجت، أما الأصناف التي لم تحصل على العدد الكافي من ساعات البرد لم تنضج. لذلك أنصحك أخي المزارع عند زراعة أصناف الخوخ في منطقتك بدراسة احتياجات هذا الصنف من عدد ساعات البرودة بحيث تكون متوافرة في المنطقة قبل الزراعة، تجنبا لحدوث خسارة في الإنتاج لعدم نضج الثمار.